بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، سؤالات تتكرر في كل لحظة، ونذكر شيئا منها الآن، وذلك لحاجتنا إلى معرفتها، ثم نقرأ بكتابنا وهو في باب الولاء. وقلنا الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرث به المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. أما النساء فلا يرثن بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن. السؤال الذي يتردد، يسأل أحد الإخوة يقول: هل يجب علي كلما دخلت إلى بيت الله الحرام أن أطوف؟ تحية البيت هي الطواف، فهل يجب أن أطوف كلما دخلت؟ نقول: أفضل شيء يتعبد به الأفقي هو الطواف، ما لم يشق على نفسه أو على غيره. فإذا شق على نفسه صلى ركعتين وجلس، وإذا شق على غيره كذلك ممنوع من أن يضايق إخوته أو أن يزاحمهم أو يلجئهم إلى ما يكون فيه ضررهم. إذا شق على نفسه أو على إخوانه فلا، وأما إذا كان الأمر سهلا وميسورا وتيسر له الطواف فهو أفضل الأعمال وأجلها، أفضل الأعمال وأجلها بالنسبة للأفقي هو الطواف. الأفقي هو من جاء لحج أو عمرة، وأما من كان مقيما في مكة ويتسنى له الطواف دوما في صيف وشتاء وفي ربيع وخريف وفي ليل أو نهار فهذا أمر آخر. لكن أنت أيها الأخ المبارك جئت أياما محددة تلبية لنداء أبيك إبراهيم، وأديت النسك بالنسبة للعمرة، وتنتظر الحج، أفضل عمل هو الطواف ما لم تشق على نفسك أو على إخوانك. السؤال الثاني يقول أحد الأحبة: الطواف نعرف أنه سبعة أشواط، هل كل طواف سبعة أشواط أم يمكن أن أطوف شوطين أو ثلاثة؟ نقول: أي طواف، سواء كان ركنا كطواف العمرة وطواف الحج، أو واجبا كطواف الوداع، أو مندوبا كالذي يتنفل به الإنسان ويطلب أجره، كل طواف سبعة أشواط، ليس هناك شوطين أو ثلاثة، ليس هناك أربعة أو خمسة، وإنما سبعة أشواط. يقول: إذا أقيمت الصلاة نقول: أدخل في صلاتك ثم بعد ذلك أكمل الطواف، حضر الجنازة صل على الميت ثم بعد ذلك أكمل ما فاتك من الطواف. يسأل أحد الإخوة يقول: أنا أطوف وفي الشوط الثالث انتقض وضوئي وفي الشوط الخامس انتقض وضوئي، فما الحكم؟ نقول: الطواف بالبيت صلاة كما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، ويجب على الإنسان أن يكون
في كامل طهره حتى يكمل الطواف، فإذا انتقض الوضوء يذهب ليتوضأ ويبدأ بالطواف من جديد. ألا ترى أيها الأخ المبارك، لو أن إنسانا يصلي المغرب وصلى ركعتين وقام للثالثة ثم انتقض وضوءه، هل نقول صلي الركعة بعد الوضوء أم يبدأ من جديد؟ يبدأ من جديد. فكذلك الطواف، إذا طاف شوطين وانتقض الوضوء، أو طاف أربعة وانتقض الوضوء، أو طاف ستة وانتقض الوضوء، أو لم قبل أن يكمل السابع انتقض الوضوء، يذهب ويتوضأ ويبدأ بطوافه من جديد. يبدأ بطوافه من جديد، لأن الطواف بالبيت صلاة. أيضا يسأل أحد الإخوة يقول معي زوجتي وقد جاءها العذر الشرعي الذي يكون لبنات آدم، فما الحكم؟ يعني حيض، فما الحكم؟ هل تدخل للحرم؟ نقول لا، الحائض والجنب لا تدخل للحرم. الرجل إذا كان جنبا والمرأة إذا كانت حائض أو نفسا أو جنب لا تدخل للحرم. طيب إذا رغبت في سماع الأذان أو قراءة الإمام أو الدروس التي تنقل إلى الساحات، نقول تجلس في الساحات الخارجية، تجلس في الساحات الخارجية وتسمع ما فيه فائدة إن شاء الله. أما الدخول مع أبواب الحرم وهي لها العذر، عليها العذر الشرعي، فلا. السؤال الأخير الذي يمر بنا، يقول أحد الإخوان أنا ساكن في العزيزية، وهذا يقول ساكن في الرصيفة، وذاك في العوالي، وآخر في المعابدة، وهكذا من أحياء مكة، هل يلزم أن يأتي كل وقت لأداء الصلاة في الحرم؟ نقول لا، يصلي في المكان الذي هو فيه، ولا يأتي للحرم إلا إذا رغب في طواف أو في عمل يتعلق بالحرم، كأن يسمع درسا أو يسمع محاضرة أو ما أشبه ذلك. أما إذا كان يريد الصلاة فقط، فالصلاة في أي مكان في مكة فيها الأفضلية. ورد بأن الصلاة في الحرم هنا بمئة ألف صلاة، هل هي في الحرم خاصة أو في جميع مكة؟ نقول في جميع مكة، لأن مكة كلها حرم، لأن مكة كلها حرم، الصلاة فيها بمئة ألف صلاة، وهذه المئة تعادل أيها الأحباب صلوات 55 سنة وستة أشهر وعشرة أيام، صلاة واحدة تعادل صلوات 55 سنة وستة أشهر وعشرة أيام، وذلك من فضل الله وإنعامه على عباده وتفضله عليهم. فأنت أيها الأخ الكريم تصلي في أي مكان، إن رأيت في قرب يعني قرب سكنك أو في المكان الذي يلائمك، وتحصل على الفضيلة إن شاء الله. وإنما نقول هنا ثلاث مزايا، يعني غير المئة الألف، هنا ثلاث مزايا لا توجد إلا داخل الحرم أو في ساحاته يعني مع الإمام. هذه الثلاث هي: أولا قدم المكان، مكان قديم للعبادة، مكان قديم للذكر، مكان قديم للتوحيد، مكان قديم لإعلاء كلمة الله، فإنه هنا يعني فأفضلية المكان وقدمه هذه مزية. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، فهذا هذه مزية إذا أتيت هنا. الثانية قربك من الكعبة ومشاهدتك لها، وهذا مزية عظيمة، كم من الناس كانوا يتمنون أن يروا البيت وأن يكحلوا عيونهم بمرآة ولم يتيسر. المزية الثالثة كثرة المصلين هنا وفي الساحات وفي الدور الأول والثاني وفي السطوح وفي يعني البدروم في كل مكان، وكلهم يقولون السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يسلمون عليك وتسلم عليهم، ويدعون لك وتدعو لهم، وهذا فيه أجر ومغنم وفضيلة إن شاء الله.
يقول عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وما كان الرفق في شيء إلا زانه. فلا يجب على الإنسان أن يأتي في جميع الأوقات إلى الحرم إذا كان في ذلك مشقة عليه أو عناء أو تعب أو إرهاق، وإنما يصلي في المكان الذي هو فيه، وإذا أراد طوافاً أو أراد أمر رجع. والنبي عليه الصلاة والسلام لنا فيه أسوة حسنة، وقد جاء عليه الصلاة والسلام إلى مكة في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، وطاف وأدى النسك واستمر، خرج إلى الأبطح وبقي في الأبطح اليوم الرابع من ذي الحجة والخامس والسادس والسابع، وضحى اليوم الثامن توجه إلى منى، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام لا عنه ولا عن أحد من صحابته أنهم جاءوا من الأبطح ليصلوا في الحرم، وإنما صلوا في مكانهم لأن مكة كلها حرم. أيها الأحباب، اشكروا الله على ما حباكم من نعم وما تفضل به عليكم من خيرات، حيث وفقكم للمجيء إلى هنا وأجبتم دعوة إبراهيم، حيث يقول عز وجل: وأذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج، يعني أعلمهم بأن الله فرض عليهم الحج. يأتوك رجالا يعني على أقدامهم، على رجليهم، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، أي راكبين طائرات وسيارات وبواخر وحافلات ودواب وغير ذلك، ليشهدوا منافع لهم. فاشكروا الله على أن يسر لكم المجيء، واسألوه الثبات، واسألوه أن يكون الحج مبرورا والذنب مغفورا والعمل صالح مقبولا. الآن أيها الإخوة نتناقش في الأسئلة، لأن درسنا عن الولاء، عن الولاء، والولاء يكون الولاء لمن أعتق، لكن الآن ما عندنا عتق، لأن الدولة وفقها الله أعتقت جميع الأرقاء ولا يوجد عندنا عرت. والولاء يكون للرقيق، والرق عجز حكمي يقوم بالإحسان سببه الكفر، والآن ما عندنا الرقيق. وإلا كان في السابق كما ذكر المؤلف وكما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: الولاء لمن أعتق، يعني إنسان وجد رقيقا يباع فاشتراه، فاتخذ هذا الرقيق مال، ثم مات الرقيق وليس له أهل وليس له أولاد من النسب، أو أولاده أرقى، فإنما ترك يكون لمن أعتقه. الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرث به المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. وأما النساء فلا يرثن بالولاء شيخ أحمد إلا من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا. ونقول الولاء عندنا الحمد لله الآن غير موجود، والناس أحرار، والناس أحرار. نسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا لما فيه الخير والصلاح، حيث أعتقوا جميع الأرقاء. وإذا كان هناك استفسارات نتناقش فيها، لأننا لو قرأنا قد يعني يأخذنا الوقت، ولكن الأسئلة صلة الإخوان أهم من ذلك. هنا سؤال وجيه، وأسئلتكم كلها وجيهة، يسر الإنسان برؤيتها ويستفيد من قراءتها. يقول الأخ الفاضل: هل يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد الرمي من ثاني أيام منى ويجمع بينه وبين طواف الوداع؟ سؤال وجيه كلنا نحتاج إليه. نعرف أن طواف الإفاضة يبدأ يوم العيد، صبيحة يوم العيد أو الحادي عشر أو الثاني عشر. أحد الإخوان قال: بخليه اليوم 13 عشان يبسافر، أخليه يوم 14 15 وأطوف طواف واحد وأتوكل على الله إلى جدة وأركب الحافلة وأسافر. نقول: عملك صحيح، عملك صائب، حيث أدخل طواف الوداع
وهو ركن وهو واجب على طواف الإفاضة وهو ركن، واكتفى بالركن بعد أن أدخل عليه الواجب فهذا يكفي. لكن لو أن إنسان طاف طواف الإفاضة يوم العيد يعني لأجل أن يتحلل، فهل يكفي؟ نقول لا، لأنه بقي عليه الروي وبقي عليه المبيت وبقي عليه بعض أعمال الحج، فلا يمكن إلا في آخرها. لكن لو أخر طواف الإفاضة إلى يوم 13 أو 14 أو 15 إلى أن يسافر وأراد أن يعني الزحمة والشداد والشدة يعني تخف، ففي اليوم 14 أو 15 جاء هو وأهله وطافوا وغادروا، نقول يكفيهم طواف واحد، يكفيهم طواف واحد. لو أن إنسانا جاء متأخر يعني جاء متأخر ما جاء إلا يوم عرفة وقال يضايقني الوقت وعلى طول ذهب إلى عرفة ثم إلى مزدلفة ثم إلى ميناء ثم جلس في ميناء ورمى الجمار وبعد اليوم 13 جاء، يكفيه طواف واحد، طواف قدوم وطواف إفاضة وطواف وداع، يكفيه طواف واحد ينوي به عن الجميع. والدين فيه اليسر والسهولة، وقد قال عليه الصلاة والسلام يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. يقول أخ فاضل يقول سلام عليكم، نقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته وجميع الإخوة السامعين. نحن سنعود إلى بلدنا يوم الثاني من أيام التشريق، اليوم الثاني من أيام التشريق، وعندنا الطائرة في مطار المدينة المنورة. ماذا نفعل؟ أقول أكملوا النسك، أكملوا النسك، بدلا في اليوم الثاني لابد أنكم يوم العيد ترمون الجمار، ترمون جمرة العقبة وحدها، واليوم الحادي عشر ترمون الصغرى والوسطى وجمرة العقبة، والثاني عشر ترمون الصغرى والوسطى وجمرة العقبة، وإذا رأيتم التعجل بعد الثاني عشر فنعم، وإلا فيلزمكم أيضا الثالث عشر ترمون الصغرى والوسطى وجمرة العقبة. فأنت أيها الأخ الكريم لم تأتي لرحلة سياحة اليوم ولا بكرة سوا، لم تأتي لرحلة نزهة اليوم ولا بكرة سوا، أنت أتيت لمناسك الحج لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم لعلي ما ألقاكم لا ألقاكم بعد عامي هذا. فالواجب رمي الجمار في يوم العيد وفي الحادي عشر وفي الثاني عشر إن تعجلت، والثالث عشر إن لم تتعجل. ويمكن أن تذهب إلى مثلا الجهة المعنية أو إلى مديرية الطيران أو إلى المسؤولين عن الرحلة تقول بدل اليوم نكمل نسك، هذا نسك الركن الخامس من أركان الإسلام في العمر مرة، وما زاد فهو تطوع. يسأل أحد الإخوة جزاه الله خير يقول المبيت بمنى ليلة التاسع ليلة عرفة، نقول هذا يسمى بيوم التروية، يوم ثمانية يسمى بيوم التروية، فيذهب الإنسان ضحى اليوم الثامن إلى منى ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع، فالمبيت ليلة مزدلفة ليلة عرفة بميناء يعني ليلة يوم عرفة الليلة التي قبلها سنة، إن تيسر لك فنعم وإن لم يتيسر فلا حرج عليك. وأما مزدلفة فالمبيت بها ليلة العيد واجب، المبيت بها ليلة العيد واجب، وإذا لم يتيسر لك فالله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. احرص على أن تجد مكانا تقف فيه ولو يعني وقتا يعني تؤدي، أو لم يكن فيه مخيم أو كذا، لو وقفت في جانب اتقوا الله ما استطعتم
ولكن المبيت ليلة يوم 8 ليلة 9 نقول سنة، والمبيت ليلة 9 يوم 10 واجب من واجبات الحج في مزدلفة أولا، ثم تتوجه في الصباح إلى ميناء، وإذا وصلت إلى ميناء تنهي التلبية. أنت في ميناء، أنت في عرفة تقول لبيك اللهم لبيك، وفي مزدلفة تقول لبيك اللهم لبيك، وأنت متجه إلى ميناء تقول لبيك اللهم لبيك. فإذا وصلت إلى الجمرة توقف التلبية وتقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فهو عمل عبادة، تحاول أن تشغل نفسك بالتكبير والتهليل والتحميد، فهو أحب الأعمال وأجلها إلى الله عز وجل. يقول السائل الكريم: هل يجب على الحاج الإمساك عن الحلاقة وقص الأظافر ابتداء من أول أيام ذي الحجة إلى يعني إلى أن يذبح، أو كذا؟ نقول إذا كان يضحي فيكون، ورد حديث بأن الإنسان لا يأخذ من شعره ولا من أظافره شيء، وأما إذا كان حاج وما عنده أضحية وإنما هدي فلا مانع، وعند الإحرام يتوقف يوم 8 عند الإحرام يتوقف عن تقليم الأظافر وعن حلق أو قص الشارب وما أشبه ذلك. يقول السائل الكريم: رجل يريد أن يحج عن شخص آخر، ولكن اعتمر هو لنفسه في أشهر الحج، والرجل الموكل لنفسه بالحج خارج البلاد، وأنا صاحب العمرة مقيم. نقول يجوز أن يكون الحج لشخص والعمرة لشخص آخر، وإذا فعل الإنسان حجا وعمرة كان متمتعا وعليه الهدي ما لم يكن من حاضري المسجد الحرام. أقول يمكن أن يكون الحج لشخص والعمرة لشخص آخر، وإذا فعلها إنسان حج عن نفسه واعتمر عن آخر، حج عن الآخر واعتمر عن نفسه، كان متمتعا فيجب عليه هدي التمتع أو هدي القران أو هدي القران، ويكون عليه هدي إلا إذا كان من حاضري المسجد الحرام. يقول: البدي بالقراءة إن الصفا والمروة من شعائر الله، هل يكون في كل شوط؟ نقول يذكر الإنسان ذكرا أو يقرأ قرآنا ويدعو بما فتح الله به عليه من أمور الدنيا والآخرة، يعني ليس هناك شيء محدد لا يجوز غيره، يعني يمكن أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر، ويمكن أن يدعو الله عز وجل بما فتح الله به عليه: سبحان الله وحده، نصر عبده وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، وهكذا. يقول السائل الكريم: يقول أنا في مكة أديت الحج وفعلت كل شيء إلا طواف الإفاضة، بقي علي وحصل لي عمل في جدة فذهبت إليها لمدة يوم واحد ثم رجعت. أقول أنصح ألا تذهب إلا بعد تمام النسك، لأنك قد تذهب وتقول سأعود في المساء ولا يتيسر، يحصل لك عارض، يحصل لك حادث، نسأل الله السلامة. ابقى حتى تكمل النسك، وإذا أكملت النسك اذهب إلى أي مكان. أما وأنت في مكة يعني بقي طواف الإفاضة وهو الركن من الحج لم تتحلل، فنعرف أن الإنسان لو كانت معه زوجته وما طاف طواف الإفاضة لا يصح له أن يقربها، لأن طواف الإفاضة يكون به التحلل الكامل، إذا فعل اثنين من ثلاثة تحلل إلا من النساء، وإذا فعل الثلاثة جميعا حلله كل شيء حتى النساء. هذه الثلاثة: رمي جمرة العقبة، الحلق أو التقصير، الطواف أو الطواف والسعي، إذا فعلها حلله كل شيء حتى النساء، وإذا فعل اثنين منها حلله كل شيء إلا النساء. فهذا أخونا بارك الله فيه يريد أن يذهب إلى جدة أو يذهب إلى الطائف أو يذهب إلى مكان كذا، قبل أن يكمل النسك
بطواف الإفاضة أنصحه بعدم ذلك، ولا يذهب إلا بعد أن يكتمل حجه، بعد أن يطوف طواف الوداع ويتوكل على الله. يقول السائل الكريم: بالنسبة للقارن إذا طاف طواف القدوم وأتبعه بالسعي، هل يكفي هذا السعي عن سعي يوم العيد بعد طواف الإفاضة؟ نقول نعم، إذا كان قارنا فعليه سعي واحد، إما أن يجعله مع طواف القدوم وإما أن يجعله بعد طواف الإفاضة. أما إذا ما عنده طواف قدوم وأراد أن يسعى وهو من المكة، نقول لا، فلا بد أن يكون السعي بعد طواف النسك وليس طواف سنة، بعد طواف نسك. وهكذا يقول رجل أحرم في ثيابه المخيط، نقول لا، لا بد يتجرد من المخيط ويلبس لباس الإحرام، الإزار والرداء، لأن هذا من لوازم الإحرام. هذا أخ كريم يذكر بأنه جاء إلى مكة لأداء نسك وأنه متمتع أو قارن، لكن يقول ما عندي إمكانيات أن يشتري الهدي، هل يمكن أن أقترض من أحد أصحابي وبعد أن أعود إلى بلدي أسدده؟ نقول نعم، يقترض الإنسان. وإذا مثلا ما وجدت أحد يقرضك وليس لديك المبلغ، تصوم 3 أيام في الحج، 5 و6 و7، 1 و2 و3، وبعد أن تعود إلى بلدك تصوم 7 أيام، وإذا وجدت أحدا يقرضك فهو أولى. يقول السائل الكريم، يقول: السلام عليكم. نقول: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أشهد بالله أني أحبك. أقول: أحبك الله الذي أحببتني فيه وجميع الإخوة السامعين. يقول: ما حكم اللقطة اليسيرة في الحرم بحيث أني لو تركتها رميت في القمامة؟ أقول: دعها، لا تأخذها، لأنه قد يأتي صاحبها ويأخذها. اللقطة في الحرم تترك في مكانها، إلا إذا كان تعرف في مكتب مثلا تأخذها وتوصلها للمكتب وتأخذ منهم إيصال علشان إذا جاء صاحبها يسأل عنها. أما تأخذها وهي سيرة أو كذا، نقول لا، إلا اللهم لو كانت يعني لو كانت عود عراك، لو كان السواك هذا قد يكون ما أحد يعني يأبه له أو يأخذه، لكن إذا كان شيء يأخذه الإنسان، يقول مثلا حذاءه، بعض الإخوان يقول: تركت حذائي في مكان كذا وأتيت ووجدت في مكانه آخر، هل أخذ ذلك الآخر؟ نقول لا، لأنه قد يأتي صاحبها ويسأل عنها وتكون أنت الذي أخذته، دعها في مكانها. هذا أحد الإخوة لديه حرص أثابه الله لكنه لم يسأل، يقول: أنا حجيت واعتمرت، أنا حاج وقد اعتمرت، ولكن لم أعلم أن طواف الصفا والمروة الذهاب شوط والعودة شوط، فاعتبرت الذهاب والعودة شوط، بمعنى أني طفت 14. نقول: طوافك صحيح إن شاء الله، وأتعبت نفسك، ولو سألت قبل الفعل لكان أولى. يقول السائل: عثرت على مبلغ 100 ريال في البنك وعرفته ولم أجد صاحبه، وخشيت أن يأخذه أحد لا يريد أن يعرف ويتصرف فيه، فهل أعرفه سنع؟ لو أعطيته مدير البنك لبرئت ذمتك، لأن هذا الذي فقده من المراجعين للبنك قد يأتي ويسأل المدير، وإذا أعطيته المدير برئت ذمتك إن شاء الله. يقول: هل يجوز سداد قيمة الأضحية أو الهدي من الآن؟ نقول نعم، بس لا تسلمها إلا إلى جهة الرسمية، لأن كثيرا من الإخوان يسأل يقول: أعطيتها ناس وبعدين تصرفوا فيها وهم غير موثوقين. فعندنا جهات رسمية عندها إيصالات ومختمة وموثوق فيهم، فأعطيها من تثق به، ولا وكن دقيقا، يعني لا تمنح ثقة كثير من الناس لأنهم قد لا يكونون أهلا. يقول السائل الكريم: هل يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى آخر شهر ذي الحجة؟
نقول إذا كان هناك ما يستدعي ذلك كأن يكون الإنسان مريضا، وأما إذا كان صحيح الجسم معافى فيوم 13-14 يكون المجال مهيأ للطواف. يقول السائل: من لا يستطيع تأجير خيمة بمنى للمبيت ومع ذلك ترك المبيت، هل يلزمه؟ نقول إذا ترك المبيت بمنى يكون قريبا من منى، يعني ما هو لازم خيمة، ما هو مطلوب خيمة، لو يجد مكانا أو في جهات محددة يعني يستفسر منهم، وما هو لازم يكون يعني مثلا في يعني في خيمة، وإنما يريد أن يذهب يأخذ يستأجر شقة في العزيزية يجد فيها الكهرباء والمكيف وكذا، لا، وإنما يتقي الله ما استطاع. إذا ما استطاع في منى قريبا، إذا ما استطاع في مزدلفة قريبا منها وهكذا. تغيير النية من نسك إلى آخر، نقول النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه وكانوا قارنين من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة. أيها الأحباب، لعلنا نكتفي بهذا على أن نكمل هذه الأسئلة في يوم غد إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.